خالتي صفية جات تخطب لوليدها نسي. مرحبا بكم. خالتي عيشة رحبت بيهم في دارها. هذه هي أحلام تقرأ في الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يدي ونصال دوبا. وش سر هذا النقاع؟ السر راهو عند بنتي أحلام. توب جابيل الجديد تركيبته الفعالة، يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب. توب جابيل الجديد، دارك ديما نقية، عائلتك ديما هانية. بابا بابا شنو هذا؟ حليب. حليب؟ لا لا بابا، احنا نشربو حليب رامي. وعلى بالك على خيام حليب رامي حيوية ابرغوه فيتامينات سنة. رامي غني بأحسن الفيتامينات ومصنوع في أجود مصنع في الجزائر بتقنيات ألمانية حسب المعايير العالمية. الحليب رامي لكل من تحبون. تجدون دائماً القدرة على منحهم أفضل ما عندكم وتختارون الجودة. لإعداد فطور الصباح المثالي لهم. ولكن أحياناً فقط زبدة الراعي تكفي. زبدة الراعي مأخوذة من أجود المراعي. فهمت انا شقيتي روحها كاميليو، انا درت لي عليا دغيا طوطو عليلو tu mérites bien en plus c'est mon resto préféré. À chaque fois que je mange ici ça me fait voyager en Turquie. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Evet, yemekler. Çok güzel. Toto, uşkult, uşkult. Kasba İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden. Boutique du voyage. Tunadın. للمزيد من التفاصيل اتصلوا بنا على الأرقام التالية. فواياج بوتيك، رحلة ماجيك. كريم بونجور، أروع شعور لأحلى فطور. هذا البرنامج برعاية رامي. مع توب سول فريشور لافاند، عطر جميل يغزو منزلكم. توب سول ينقلكم إلى عالم آخر من الأحاسيس. للمزيد من التفاصيل اتصلوا بنا على الأرقام التالية. فواياج بوتيك، رحلة ماجيك. كاسبا إسطنبول. Gerçek ustaların ellerinden.
الادوات. وش بيك عليلو؟ رخمتك بك لي يا مولات. شوفي ياسمين، روحي بعديني، اني مغمومه قاتك. وش بيك خويا؟ احكي لي، تخبي على اختك؟ ودي راني مقنوط ياسمين، نكذب عليك غير كيما يقدروا هذيك لا لوا شوي شوي شونس، هذيك تاع قانون تاع الدراما هذيك. قل لك خلاص لي باركينغ سيفيني، حين نحيهم ومام الباب يفوت. قلت النافيغي زماني، رحت للبيرو بان دوف. البيرو مان دوف وانا واش قلت لك؟ قلت بيرو مان وهكذا، هذه اللي قلتيها. واش قالوا لي ياسمين؟ قل لك الحضره من السنه السادسه وروح، من السيزيام وروح، وكيما على بالكي انا حبست في السنه الخامسه. المهم يا حيو دوكا انت واش دير؟ دير كفر وتماركه ديريكت، ناس جاي يصفقوا عليك. يورشكم حتى انا نقدر نعاونك ولد عمي هليلو. ترى بعدني سحنون باش تعاونني تبع. عندي فاميل نقسموها، انا ندي 15000 وانت نعطيك 5000. هكا نتقاسمو؟ حبيت نسقسيك، شكون سمك سحنون يا حمبام؟ لا على بالك ولد عمي هليلو بلي انا يا جده بغات تسميني ممحون، وجدي قالها لا لا سحنون، بصح انا كنت باغي قرنون. سكوت ولصقة وصامت وحتماتك الفاميليا وبعدني. عيدت مريم شكون دايري فيها؟ طاحة مريم نباه هاك هنا عليلو وصلت. مازال ما لحقتش، بقات تهضر ربع ساعة ونكون هنا. كنت في البيرو مان دوف. يا كتشو اكتشو سحنون، الحاجة اللي تسمعها تديها سخونة في الطنجرة. والله ماني انا اللي قلت لها ولد عمي هليلو، انا قلت غير لولاد الحومة، وزت عيط لما وبوي في التليفون قلت لها قولي لخاوتي. هذا ما كان. قلت كيف سمعتي مريم؟ ما فهمتش انايا. كنت مقرعت قدام الباب. كيف؟ ايه ان شاء الله تكون فريتها. وش فراها وش فراها، لازم مينيموم نيفو سيزيام وسيد نيفو سانكيام فط زفطه. حاوزوه فحتوه. انك تضحك انك تضحك سحنون. ساليلو تقدر تجوز سيزيام مراسلة؟ مراسلة مراسلة مراسلة. دوك واش نقول لك؟ المراسلة هذه ما فهمتهاش، محسوب بالرسالة، بصح قديمة بزاف بالرسالة. خلاص دوك كاين سبايفر، كاين كذايا، ان شاء الله دوك نتبعوهم ونشوفو واش كاين فما. شو سحنون حفظني انني حافظ الحقيقة، بصح شغل اعطيني غير الحرف الاول نقول لك واش كاين. هيا صاي ما موجوز ما موجوز غلط. قام عرف الزاوج قا قزوله غلط. هذا ثالث باء. بالك تغلط. يجوز سيزيام بصح راسو بزاف خشين، واش ندير؟ لازم نعاونو، راهو كي خويا. يا ودي انا ماشي خوك. شوف عليلو ما تقولش ما وصيتكش، قرايتك في راسك، ستيلواتك في كرطابك، لوم جاتك قرايساتك ريق اموراتك، خوشيباتك خوشيباتك اطلق راسك. اسمي هني خايف انا حس روحي حنجوز الباص. ياخي شحال حابس انت عليلو الباص. مش نلاح واحد يحل لك العالم دي. ياه يا هليلو يا هليلو واش كاين تما؟ اصبر ان شاء الله تجيب.
شيخ معليش دقيقه نهضر مع عليل. شكون يا راك هنا؟ حوست عليك كلاسه بكلاسه كاع نسيت طلبتو عليك. اخرج اخرج نسحقك نهضر معاك. واش كاين فما زهور؟ كيفاه واش كاين كيفاه؟ دوكا لافابو تاعنا يبقى هكذا كنبوشي وانا كيتشوف فيا بلومبي. بصح انت راني قلت لك عندي صاحبي يوسف البلومبي نجيبو يفريها لكم. شوفي زهور انا دوكا عندي سيزيام في السنه الخامسه هكا روحي طلقي راسك وبعد نجيب لك يوسف هذا اللي كتهضري عليه. دي روحي روحي باصينا بيك روحي. شحال الفراغ يا حي تطلع لي لو ني با بير tu sais j'ai un très bon pressentiment je suis sûr que tu vas avoir ta 6ème وعدك يا كاميليو باللي كي نفهمك والله غير نجاوبك ولا حاجة يا خديجة نبقيني نجيب السيزيان ونحقق الأمنية تاعي ونخرج طبيب نضربك بشوية سبيطار في الصغير ونسميه سبيطار خديجة ديري فيه واش تحبي شوية سبيطار حبيت تقول كلينيك ايه كلينيك كيفاه ما خديجة عليلو باش تكون طبيب ايه لازم لك تجيب ماشي غير السيزيان ما تقولي ليش الباف ثاني ايه ماشي الباف الباك مانيش عارف انا عندي لي سيزيام متحبس راه جواو يعيط الصامت راه جواو يعيط واش كاين فما سحنون شكون شمك سحنون يا حم بابك قول لي هذا بيت نعرف جبت البيرمي شنو البيرمي سحنون انا لك تغنجا وشم ما تقول لي جبت سيزيام قول والله والله غير سيريو ما يقول عليلو لك صح خديجة خلاص سي بون بداو الأحلام يتحقوا وحنو لي بيلوت ولا طبيب كيما قلت لكم نضربك بشوية سبيطار أو جاي أو جاي عليلو واش كاين؟ أنا نسمع صغارات في الدروج سيد أحمد جا ماشي سيد أحمد أنا جبت سيزيام تاع سنة خامسة أنا عم بتلي سيد أحمد جا فيليسيفاسيون سيغو لي بيتيغ فارسي أيا مال أنا ما عندي ما ندير هنا باي إيروي تاع سوال هاكتيو كي تيكي زيد أحمد ما تزوجوا حتى تشابوا مساء الخير ولد عمي عليلو سحنون راك مليح عمري ما فرحت بيك كيما اليوم سحنون أنا مرشق في لقتي شغل ديريكت ماغري كيما يقول لك الفاميليا حتماتك بصح راني فرحان بك على بالي بلي تبغيني والله حتى أنا عندي أخبار أنا رايحين الدار نطردقوها إن شاء الله بربي هادر واش تحب سحنون هايا قول والله لو قرحة بغيت نغني عليك سيربريز والله ما جبت الفيرمي ذاك اللي فوته في ذاك ليكول وش من فيرمي؟ فيرمي اللي فوته في ليكول على الريزل طاقي كيما والله ما جبته ودرت لك في الحقيقة بواسون دافرين سما ما جبش السيزيان والو كنت تكذب والله لك كنت نكذب اسمي شعلوا الضوء عني مريض عني مريض حنموت İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden.
مع توبسول فريشور لافاند عطر جميل يغزو منزلكم. توبسول ينقلكم إلى عالم آخر من الأحاسيس. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ترامي. كريم بونجور، أروع شعور لأحلى فطور. فهمت أنا شقيتي روحها كاميليو، أنا درت لي عليو. دو ريان طوطو عليلو، تي ميريت بيان. أون بليس سي مون ريستو بريفيري. À chaque fois que je mange ici, ça me fait voyager en Turquie. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Evet, yemekle. Çok güzel. Toto, uşkolt, uşkolt. Kasba İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden. جديرة من زبدة الرعي، لست الوحيد الذي يفكر بها. طبعا طبعا، شنو هذا؟ حليب. مش الحليب؟ حليب. لا لا طبعا، احنا نشربو حليب رامي، وعلى بالك على خير ما حليب رامي. حيوية فيتامينات. رامي غني بأحسن الفيتامينات ومصنوع في أجود مصنع في الجزائر بتقنيات ألمانية حسب المعايير العالمية. الحليب رامي. خالتي صفية جات تخطب لوليدها نسي. مرحبا بكم. خالتي عيشة رحبت بيهم في دارها. هذه هي أحلام، تقرأ في الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يدي ونصال دوبا. وش سر هذا النقاع؟ السر راهو عند بنتي أحلام. توب جابيل الجديد، تركيبته الفعالة، يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب. توب جافيل الجديد، دارك ديما نقية، عائلتك ديما هانية.